طيب زي ما احنا قلنا مع حضراتكم الأستاذة آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، اللي هتقولنا دلوقتي أو هتكلمنا أكتر عن مبادرة حياة كريمة لنساء إفريقيا، ومبادرة في غاية الأهمية، من أساسا مؤسسة في غاية الأهمية والإنسانية والأحب والأقرب لقلوب كل المصريين، وحاليا لقلوب العالم كله والمهتم بالإنسانية. مساء الخير أستاذة آية. مساء الخير يا فندم على حضرتك، ومساء الخير على مشاهدينكم الكرام جميعا. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه ايه. ويعني الحقيقه احنا فخورين جدا ان مبادره حياه كريمه تم التطرق ليها، وانه في مسؤولين من الامم المتحده قالوا ان هي دي المبادره الاقرب الى قلوبهم على مستوى العالم، لانه المبادره حقيقي جميله وحقيقي بقت اسلوب حياه، وحقيقي ان في بعض الدول دلوقتي بتبص علينا وعايزه تقلد. فعايزه اعرف يعني رد الفعل، وايه المبادرات الثانيه اللي قامت بيها حياه كريمه ضمن مؤتمر المناخ او على هامش قمه المناخ؟ طبعا الحقيقه يعني زي ما حضرتك بتقولي احنا سعداء جدا ان احنا نكون جزء من اطلاق مبادره حياه كريمه في افريقيا. المبادره جاءت طبعا وكواليسها اللي عمل كانت بناء على تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه الصف اخر نسخه، ان هو يتم تعميم النموذج الناجح للمشروعات التنمويه في مصر على افريقيا، طبعا لان هي يعني القاره السمراء، طبعا ان احنا ننقل هذه الخبرات المتاحه من اليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنميه بدول القاره الافريقيه. والحقيقه ان على اثر ذلك تم التحرك بشكل سريع من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه ومؤسسه حياه كريمه وشركه اي كونسلت كامباني بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ان يتم طرح النموذج المصري لحياه كريمه. وخليني ارجع كده شويه بالوقت، ان احنا اطلقنا المبادره طبعا من خلال يعني السيد الرئيس اطلقها في 2 يناير لعام 2019، وتعتبر هي طفره في مجال التنميه في مصر، لان هي بتستهدف حوالي 58 مليون مواطن، يعني اكثر من نصف سكان مصر، وده اكبر يمكن فئه تم استهدافها في تاريخ المبادرات التنمويه على مستوى العالم. كمان هي تم ضمها ضمن منصه شراكات الامم المتحده زي ما حضرتك كنت بتقولي، ان هي بتتوافق مع اهداف التنميه المستدامه. والحقيقه يمكن هي نموذج ناجح الحمد لله، ان هي وصلت حاليا دلوقتي في المرحله الاولى منها، ان احنا ننفذ اكثر من 60% في 1477 قريه في كافه المحاور اللي بتعمل فيها المبادره، من الخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه والتعليم والصحه والخدمات الانسانيه والبيئه والزراعه والطاقه الشمسيه، بكافه محاور طبعا التوافق مع كافه محاور التغيرات المناخيه، واللي احنا بنتكلم من منبر هام زي منبر قمه المناخ كوب 27، واللي اطلقنا من خلال ايام يعني سابقه مبادره حياه كريمه الأفريقية، طبعا لان احنا بنهدف ان يتم تعميم هذا النموذج الناجح في دول افريقيا طبعا بقياس مختلف طبعا للتغيرات المناخيه اللي بتواجه دوله افريقيا من الاحتباس الحراري وزياده عندهم الامطار وهطولها بشكل مفاجئ. فيعني بنراعي طبعا كل هذه العناصر المختلفه في كل دوله افريقيه على حد. بإذن الله. طيب أستاذة آية، يمكن أنا من خلال مقابلتك طبعا لعدد من المسؤولين بالأمم المتحدة الموجودين عندك في كوب 27، سمعنا إن ليهم تعليق فيما يخص تحديدا مبادرة حياة كريمة ومقارنتها بمبادرات إنسانية تانية على مستوى العالم. صحيح، الحقيقة إن جت إشادات عديدة مختلفة، وصفها بالأفضل أو الأكثر إنسانية. حقيقي الحقيقة إن في إشادات إحنا بنتشرف إن يتم يعني إشادات دوليا واقليميا بمبادره حياه كريمه، سواء من الاتحاد الاوروبي او من الامم المتحده ومنظمه الامم المتحده، سواء على بعض القامات الدوليه الهامه طبعا زي ممثل المقيم للامم المتحده إلينا بانوفا، وان اغلبهم اشادوا بان هي من اكثر المبادرات انسانيه فعلا في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم، لان هي بتتميز ان هي محدده الاهداف وقابله للقياس، ان احنا نقدر نقيس مدى تنفيذ هذه المشروعات المختلفه في كافه انحاء الجمهوريه، طبعًا. إن هي متميزة إن هي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وليها مدى زمني محدد. فالحقيقة إن ده طبعًا بيكتمل فيها العديد من العناصر اللي دايمًا بنقول إنها مبادرة متميزة في تاريخ مصر كله، كمشروع تنموي متكامل العناصر يضم كل جهات الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني ورجال أعمال وشباب متطوعين من خلال مؤسسة حياة كريمة، يمكن حوالي 36,000 شاب بيشتغلوا على الأرض بشكل يومي لمتابعه تنفيذ المشروعات دي، واللي وصلت يمكن في المرحله بس الاولى منها لحوالي 28,000 مشروع.
صحيح. طبعا. طب استاذه ايه، عندي تصور يعني مبادره حياه كريمه اتولدت في قلب مصر من مصر لكل المصريين، فهي شغاله على المستوى المحلي، اعتقد ان الاشادات والاعجاب الشديد بيها من قبل الامم المتحده ومسؤولين اخرين على مستوى الدول من خلال قمه المناخ بيكون ملهم قوي بالنسبه لنا، وخصوصا ان باعتبارنا في برنامج ستات ان نبتدي ان احنا نمد جسور تعاون ما بين مبادره حياة كريمة على المستوى المحلي تخرج للعالمية ونبتدي من خلالها ان احنا نوصل او نوجد جسور تعاون او نقاط تماس ما بين المرأة المصرية والمرأة في افريقيا مثلا او في دول العالم. طبعا محور المرأة يمكن من اهم المحاور اللي بتستهدفها مبادرة حياة كريمة بشكل خاص، لان احنا عندنا عدد من الفئات اللي احنا لازم نقدم لهم خدمات مختلفة تناسب الفئة دي، خاصة المرأة المعينة عندنا وهي نسبة عالية جدا في مصر تكون اعلى من 20%. صحيح. والحقيقه ان احنا طبعا يمكن في مبادره حياه كريمه من احد الفئات اللي بنتكفل بيها باقامه برامج خاصه ليها وبرامج تاهيليه وتنظيم للاسره، وان احنا نوعيهم ونعمل لهم برامج بتنزل لهم بتوعيهم، ويتم تزويج عدد من الفتيات ويتم عمل برنامج تدريبي كامل لهؤلاء الفتيات قبل ان احنا يتم تزويجهم، بيتم توعيتهم بشكل كامل على نطاق محور تنميه الاسره وتنظيم الاسره، وان احنا يتم تشغيلهم ايضا من خلال توفير فرص عمل ومشاغل وحرف يدويه. فالحقيقه ان ده كله من احد المحاور اللي احنا بنعمل فيها واللي هيتم تعميمها على النموذج الافريقي للانتقال من مبادره وطنيه لمبادره عالميه ان شاء الله. صحيح. يمكن ده برضو بيتم طرحه في المبادره حاليا في الاتحاد الافريقي، وايضا احنا يمكن الاشادات الخاصه احنا داخل معانا العديد من المنظمات الدوليه واللي داخلين معانا في مشروعات تخص المراه بالاخص، يعني تخص المراه بشكل كامل زي مشروع دوي وده مع اليونيسيف لتمكين الفتيات وتعليم الفتيات وتدريبهم. العديد من المشروعات الحقيقه اللي احنا بنستهدف فيها الفتيات بنستهدف فيها المراه، ايضا مع المجلس القومي للمراه فاحنا عملنا العديد من الموضوعات مؤخرا بيتم تدريبهم من خلال جلسات الدوار في مستوى على مستوى محافظات الجمهوريه كلها. صحيح. فهي نموذج الحقيقه بناجح المراه يمكن من احد العناصر المؤثره جدا في مصر واللي بتقيم امم وبتقيم حضارات، لان هي المربيه للاجيال واللي هي فعلا بتؤثر في بناء هذه الشخصيه المصريه العظيمه. هو الغريب فعلا استاذه ايه ان الناس تستغرب او ان حد يستغرب ان مبادره حياه كريمه تخرج لافريقيا، دور مصر دايما يعني طول الوقت واصل لافريقيا وواصل لانحاء كتير من العالم، ان دي ضروره ملحه للامن الغريب ان حد كله يستغرب. ايوه، ما ينفعش انا اشتغل جوه واسيب حواليا كل ده، كل افريقيا كلها مرتبطه ببعض، والكوارث اللي بتحصل في العالم بتصب عندنا، تغير المناخ بقى خلاص احنا بقينا واحد، فده ايمانا من الدوله ان احنا لازم نتحرك كلنا. نشكر حضرتك طبعا استاذه ايه عمر.